حسب خطة الشارة الضوئية، لون البلد يقرر نمط الحياة مع الكورونا، مش كله أسود وأبيض. حسب مستوى المرض يكون لون البلد لون من ألوان الشارة الضوئية. لون البلد يشير إلى التعليمات الخاصة بنمط الحياة مع الكورونا، وممكن أن يتغير مرة كل أسبوعين. ثلاثة معايير تقرر لون البلد: عدد المرضى الجدد، وتيرة ارتفاع نسبة المرض، وعدد الفحوصات الإيجابية. في بلد أحمر مستوى المرض مرتفع جداً، وعليه يتم تقليص التجمهر إلى أقل ما يمكن في الأماكن العامة والتجارية. تجمهر حتى 20 شخصاً في منطقة مفتوحة، وحتى 10 أشخاص داخل مبنى. نغير مستوى المرض في البلد ونغير لون بلدنا. نحافظ على المسافة، نضع كمامة، ونهتم بالنظافة. إذا تعرضت لمريض موثق، ادخل مباشرة للحجر الصحي وابقى كل المدة. مرضى موثقون يحافظون على الأقربين بالانتقال إلى فنادق الشفاء. إذا ظهرت الأعراض لا ننتظر، نسرع إلى الفحص. مخطط الشارة الضوئية لكل بلد نمط حياة مختلف. لمزيد من المعلومات زوروا بوابة الطوارئ الوطنية أو اتصلوا بمركز قيادة الجبهة الداخلية على الرقم 104، موقع ومركز السلطة المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.